وخلص نسيها لسنين، أخذ دور الحماية ومكترة. هي إذا ما حكت بالطقم عز الله. تعالي عدي جنبي، تعالي. في شي مهم لازم قلك ياه. شوفي احكيلي. مصطفى ما اتهموا لفيدات بالإفادة، ونبه علي ما جيب سيرته كمان. ليش هو عمل هيك؟ وانتي ليش برأيك؟ هو بده يخلص عليه. هاد جوزي وبعرفه منيح. إذا صرخ بخوف، وبخوف أكتر لما بيسكت. اسمعي، مصطفى أكيد ناوي عشي نفس، رح يقتله لفيدات. والله أنا كتير خايفة من القصة. رستم حمل حاله هي التهمة، قال هو ورا كل شي، وفيدات الحقير نفت بعملته. بس مصطفى ما رح يسكت أبدا. ليكي اصحك تجيبي سيرة لطاهر. مثل هيك موضوع ما رح يتخبى كتير. اليوم أو بعدين رح تنكشف القصة. بس انتي لا تخبري طاهر بالشي أبدا. مصطفى رح يعصي. أنا فهمانتك، بس ما فيني خبي عليه شي، بتعرفي. وأخيرا، ما أنا قصدا كان بدي تعدي وأحكي لك. ماني مصدقة إمتى تروحي وتخبري، لأنه أنا بس كون عم فكر بحس حالي رح أختنق. نفس اللي بوقفه لمصطفى بس طاهر المجنون. آسية، لا تزعلي حالك، خلص لا تخافي، كل شي حيكون بخير. نفس، لوين؟ كنت رايحة لشوف الأولاد. أنت سمعتي اللي قالته أمي مو هيك؟ سمعته. طيب وسمعتي كمان اللي أنا قلته؟ سمعته. مو الحكي اللي أنا قلته برا، الحكي اللي قلته عرصيف. سمعته. أصحك تنسي هذا الحكي أبداً، شو تمام؟ مستحيل. طاهر. أخي مصطفى. إيه بعرف. تعرف؟ هو مشغول بفيدات ورح يضل يفكر فيه. أنا بعرف أخي منيح، عم يستنى الوقت المناسب. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.